وهلأ وصلنا لفقرة أوراق يلي بنختار من خلالها مجموعة عناوين من الصحف المحلية العربية والعالمية ببعض الأوقات. رح نشوف بشار شو اختار لنا لليوم عناوين. وأكيد رؤى مجموعة من الأخبار من الصحف المحلية رح نبدأها من صحيفة تشرين وتواصل فعاليات المخيم الصيفي في بيلاروس بمشاركة طلابية سورية. تواصلت فعاليات مخيم زومبرينغ الصيفي للترفيه الصحي يلي عم تستضيفه بيلاروس لأسبوعين واللي عم يشارك فيه طلبة سوريين بدعوة من وزارة التعليم البيلاروسية يلي عم يتضمن نشاطات مثل زيارة المدينة المائية بالإضافة لمشاركة الأطفال يلي جاءوا إلى العاصمة البيلاروسية وتعرفوا على معالمها الأثرية والتاريخية بالإضافة لزيارة قلعتي نستفج وامير والمكتبة الوطنية البيلاروسية. رح يشمل أيضا برنامج المخيم زيارة للمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي بالإضافة للمتحف ومتحف الحرب العالمية الثانية وزيارة لمدينة الملاهي وختام هذا وهذا المخيم بحفل للمشاركين القادمين إلى بيلاروس. أكيد بدنا نتمنى التوفيق بكل الخطوات، يعني شيء بيفائل بشار إنه نحن عم نعمل إنجازات خارجية وعم نترك البصمة السورية. تماماً، رح ننتقل كمان للبصمات السورية ورح نروح لسانا اليوم لوحة عن الحضارة الأوغاريتية للتشكيلية لينا ديب في معرض بأوكرانيا. شاركت الفنانة التشكيلية لينا ديب ضمن المعرض الفني السوري الجماعي في العاصمة الأوكرانية كييف بلوحة جسدت حضارة أوغاريت يلي حملت عنوان الآلهة في أوغاريت. وتضمنت اللوحة طقوس الحياة في تلك الحقبة التاريخية مع رموز وكتابات بأحرف أقدم أبجدية بالتاريخ. وصاغت التشكيلية لوحتها بتشكيل أو بشكل فني معاصر بيعتمد على الرموز إذا بدنا نقول أو البنية الرمزية كنوع من تكريس حضارة أوغاريت واللي رغم اندثارها إلا أنه ما زالت حافظة هيك على تفاصيلها وعلى بناء الحضارة الإنسانية اللي انتشرت على امتداد الأرض. قديش مهم بشار هيك عمل فني، يعني تركت الفنانة بصمتها لكن حاكت تراثنا وحضارتنا السورية وقدرت توصلها للعالم. تماما رؤى. رح ننتقل لخبرنا الأخير يعني عم يكون من صحيفة الأخبار اللبنانية. الانتقام أو المغفرة عرض مسرحي عم بيكون بإطار مهرجان سطوح الوصل يلي رح ينطلق يوم الثلاثاء المقبل مع مغيث. هي المسرحية اللي بتحمل اسم مغيث وهي قراءة مسرحية مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت بمنطقة الحولة في سوريا عام 2005. والقصة بشكل عام تحكي عن فتاة سجنت في أحد الأقبية بسبب حبها للرقص حيث تعرفت على صديقتها الدمية الحكيمة يلي تحمل اسم أم الغيث ووصمت فيما بعد بالجنون. وتفاصيل كثيرة رح تكون ضمن هذا العرض المسرحي يلي مثل ما ذكرنا رح يتم انطلاقه وعرضه ضمن مهرجان سطوح الوصل. هاي اليوم كانت أخبارنا بصمات سورية ومشاركات سورية دولية عم بتكون بالإضافة لخبرنا الأخير عن المسرح والصناعة المسرحية بشكل عام. أكيد بدي أشكرك بشار لهالجولة الجميلة يلي من خلالها أطلعتنا على آخر الإنجازات السورية في الخارج والإبداعات الفنية. أما هلأ عن جديد متابعينا رح نشوف طرق جديدة لإعادة تدوير المواد والاستفادة من المواد المستعملة عنا بالبيت لإعادة تصنيعها والاستفادة منها بشكل آخر.